يجب أن أتفقد الطابق الثاني. مررت بدير العذارة في ذلك اليوم وأبقى. المكتبة تحت الحراسة، لابد أن شيئاً قد حدث. سنكون مستعدين إذا طلبنا أحد. مهلا، ما ذلك؟ تمهل. انزف أيها الوغ، واجه صفيرك الجبان. أمسكت لك أدعو المساعدة. وجدته. لن يطول الأمر. قضي الأمر. تعال من هنا. حسنا، انتبه. ضع فروغ على الكلب.
إنه أمين الكتب. ثمة شيء في يده، قماش. إنه ممزق من ثوب امرأة، لكن لمن يعود؟ إنه ميت، لكنه كتب في منسخ بدمه. ترى حرائق غريبة وأمين ميت، شيء روع. يجب أن أسرع. على الأمر مجددا هذا يبين قصر رويدا يستحسن أن أبقى متيقظا. Thank you.
الذي سأعلق أشلاك على كل باب من بوابات المدينة. مهلا. حسناً، لنعود إلى الملأ. مهلاً، هذا مهلاً، مصيره كالموت، كلب جبان. ها أنت ذا. جهزوا السجين بناء على أوامري زهرة. لن يضرنا الحراسة، لم تكن قط سجين هنا. قد يكون المفتاح لدى ذلك الحارس. كن رحيم، لم يكن شيئا جيدا منذ أيام. لدينا أوامر، لا يسمح بدخول أحد لرؤية الضيف. ماذا؟ لست هنا صحيح، لكني سأجد. أهلاً.
مهلا، ما الذي يجري؟ ها؟ من الذي؟ مهلا، ما كان ذلك؟ أحتاج إلى مفتاح. هناك أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. لا تقتلني أرجوك، امنحني مزيدا من الوقت، لقد فككت شفرته تقريبا. لا تقلق، لست هنا لقتلك. ما الذي تحاول فك شفرته؟ الكتاب. قلت لها إنني لن أستطيع، هذه ليست لغة أعرفها، لكنها لم تمنحني خيارا. من؟ امرأة تدعى زهرة، إحدى العالمات هنا. ما هذا الكتاب؟ ما اسمه؟ لا أعرف سوى أنه مكتوب في مخطوطة لا تشبه أي مخطوطة أخرى، وقد رأيت المئات. حسب كلام زهرة إنه قطعة أو بقايا أثرية أكثر من كونه كتابا. لقد كذبت بشأن تقدم المحرز حتى لا يقتلوني. لا أستطيع قراءة كلمة واحدة، لا أستطيع حتى الجزم بأنها لغة. أين عاثر على زهرة؟ لا أعرف، قد تكون بأي مكان في المدينة، إنني أريد العودة إلى الديار فحسب. حسناً، اذهب إلى مكان آمن قبل رجوع الحراس. لابد من وجود ما يساعدك. خطاب التنظيم يذكر عرين، إشارة بريئة أم شيء أكثر إذاناً بالسوء؟ يشعلني هذا الكتاب بعدم ارتياح، سأتركه هنا. يحدد هذا الخطاب مكان أملاك العالمة زهرة. علي زيارة أملاك زهرة ومعرفة مدى تورطها في التنظيم. هذه الآلة العجيبة، لقد رأيت مثلها في ورشة أحمد. Thank you.
اتركه مني. فيه بالتأكيد لا النجدة تعرض للسرقة النجدة تبيش المطار علينا أن نجرب وضع العقارب أملاك زهرة لكن لا أحد في البيت الآن فرصة مناسبة لتفتيش مكانها أسلحة خشبية ودمى تدريب يبدو أن عالمتنا تستخدم القلم والسيف على حد سواء كتاب شعر آخر من تأليف عريب تحظى بشعبية جيدة ضمن أوساط معينة بالتأكيد زهرة مرتبطة بالتنظيم حتماً إلى جانب شخص ما يدعى الرابيسو عرفت كل ما بوسعي من الأفضل أن أصعد إلى منطقة مرتفعة وأستعد قد تعود زهرة في أي وقت أيها الخدم، أعدوا كأساً من عصير التمر على الثلج وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان ثم حضروا أملاح الاستحمام فأنا منهكة تماماً الجنة حيث تجدينها لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين هراء طبعا سيدتي الإجابات الحقيقية توجد في الكتب دائما في الكتب ألست محقة؟ دائما سيدتي عند الانتهاء من ترجمة ذلك الكتاب سنرى حينها من الرئيس الحقيقي للتنظيم كما تشائين سيدتي لكنني قطعت آذان السفر
اضرب شيطان الخيول ثم اصطدم مثل الذباب الذي يستلذون بأكله. سأكون عونا لك. لن يفلت بفعلته. انطلقوا. حسنا. رويتك. تضعم هذا. ظنت زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلمة.